السلام عليكم. اليوم نروح نشوف العملية تاع الافتتاح تاع حديقة السوس أو حديقة القنطرة التي تقرر تهيئتها بكامل وإعادة تجديدها. في والعملية تمت في ظرف وجيز جدا، يعني بضعة أسابيع، أسبوعين أو ثلاث أسابيع تم تهيئة تاع هذه الحديقة العمومية. إذا هنيئا بمدينة قسنطينة بهذا الحديقة الرائعة والتاريخية اللي عندها تاريخ يعني قديم جدا، تم إنشاؤها مع بداية إنشاء الجسور هذو، يعني تهيئة تحمى واللي خاصة الموقع هذا اللي قديم جدا من ناحية يعني الجسور تم إعادة بناؤها في عمل مراحل تاع بناء تاع الجسور والهيكلة تاع الواد هذا واد الرمال اللي تم هيكلته وبنايات فوقه وفيه مجاري كذلك تاع تصريف المياه قديمة جدا تعود إلى العهد النوميدي القديم. خلوكم تابعوا الفيديو حول الزيارة تاع الوالي ولاية قسنطينة والتدشين نتاع الساحة هذه والافتتاح نتاعها. والسلام عليكم. وسائل التواصل الاجتماعي كنت دائما مطلب نتاع جاردان سويس لانه عنده رمزيه كبيره هنا في حياه المواطنين سنتين. وعلى هذا الاساس اللي قررنا نجيو هنا. مرحبا بك. زرناه قبل اللي سماه كان في وضعيه انسجام. لكن بفضل سواعد الحمد لله الحمد لله. هنا قسنطينة والعمال تاع الزيبيك هذه فرصه باش نشكروهم ونشكر فريق المدراء لانه كان يتبع معاهم ليل نهار التحفيز اللي يخدموها ويصوروا وكذا. في التاريخ نتكلم على هذه الحقيقه اليوم نشوفها قسنطينة بدات تسترجع اسمها الوجه السياحي نتاعها وكذلك المعالم السياسي المعالم السياحي نتاعها وعرفت كذلك عمليات تأهيل وصيانه اليوم ان شاء الله كذلك رايحين نوضع حيز الخدمه ساحة أول نوفمبر أو المعروفة على مستوى قسنطينة وكذلك التاريخ في ساحة لابريش كذلك اللي كانت مهمة وعرفت عملية تخريب اليوم الحمد لله استقرنا فيها وسجلنا عملية وكنا بريق شغال وشغال إعادة التأهيل وفقا للأمور المعاصرة. هذا الشيء يسمونه رانا في عندنا برنامج يسمونه المنتد من اجل اعاده التاهيل واعاده الاعتبار لكل المعالم السياحيه على مستوى قسنطينة
مش غير بلدية قسنطين حتى البلدية الخضور من أجل يسمح حتى المشروع التوريستي يسمح طريق السياحي في قسنطين كذلك اللي كان يستفاد من عملية حقيقة مسجلة لكن الأشغال ما تعرفش اليوم عينا مثل الدراسة ونحن إجراءات متعلقة بتعيين مؤسسة الإنجاز لأن هذا المعلم تعرفوه هو المعلم يعود أكثر من قرن حقيقة وتعرف ذلك هذه عملية من الطبيعة خلال خدمتها رايحين إن شاء الله خلينا نردوا من الاعتبار ونأهلوه وهكذا تكون فيه مثل كما يقولوا خريطة سياحية على مستوى القسنطين وراح نلاحظوا بأن في القسنطين كذلك عودة السواح بكثرة سواح يسمى الجزائريين والسواح الأجانب وفود عديدة راهي تدخل في القسنطين يوميا وفود أجنبية من كل دول العالم والمدينة عارف قسنطين عندها اسم تاريخي نتاعها قسنطين مدينة تاريخية تعود أكثر من 2500 سنة وتعرفت عليها كل الحضارات والمعالم السياحية والمعالم التاريخية حتى السياحة الدينية كذلك يوجد الأمير عبد القادر كذلك يوميا يستقبل عشرات الناس مئات السواح اللي يجوا كذلك من أجل اكتشاف هذه المنارة في المدينة الإسلامية على مستوى قسنطين وقسنطين اليوم ما يسمحش باش نسجلوا كل المواقع السياحية قسنطين احنا الحقيقة عندها ثلاث مداخل وثلاث سلالم بدينا بالمدخل من غرفنا الشرقي والشرقي اللي هو الحمار وكذلك المدخل اللي فيه السلالم اللي مع الجسر الجسر اللي عليكم طبعا ان شاء الله سيدي هذه الامور ان شاء الله الحقيقة ان شاء الله منا بلاك بداية الفصل الرابعة زيد تغير يسمى الوجه نتاعها وكملوا كل الاشغال وترجع ان شاء الله نقصد العائلات في قسنطين مش هذا انا نسالك هناك حد برضه لانه الحديقه نتاع هذه خصوصا عندها كبار اللي حديقه برضه كذلك اللي عرفت عمليه كبيره نتاع تاهيل واعتبار وسمح تمويل كذلك نقصد لكل السواح سواء من قسنطين او خارج قسنطين او فيها كذلك دوروا كل الظروف مهيئه وخاصه الظروف الامنيه بدون امن ما تقدرش تكون السياحه اليوم قسنطين هي امنه ومصالح الامن كذلك في كل المتواجده في كل المواقع السياحيه وهذا الشيء يشجع الناس باش يروحوا يزوروا انا عندما جيت هنا في سبتمبر 2020 كان من المعمور في المسؤول باسم الاموات كان مهجور كان مهجور وكان محاط بدنفيل بدنفيل تعرف اخذنا قرار في ترحيل السكان اللي كانوا هنا وسجلنا عمليه تاهيل بهذا الاعتبار من هذا الموقع اللي اليوم راح تشوفوا ليل نهار السواح ينقذوه ويوصلوا موقع حرام وصلاح الامن في المواسم الفضل والامن لكل الزائرين يحملوها لكن الحقيقه عندما نجي اتفاقيات مع المؤسسات العموميه البلديه الناس اللي انا في مثل اتفاقيات باش تكون مثلا المتابعه ماهيش قضيه المتابعه نتاع عام هي فيها اتفاقيه فيها عامين وكذلك بعد البلديه تنجح اتفاقيات سواء هي المتابعه